أيها الرجال الأحرار والنساء الحرائر، أبنائي تمينوك أد، أنا ملكة الهقار، أم الطوارق، ناصبة الخيام، الأميرة الهاربة، تلك التي تتنقل أو التي أتت من بعيد. أنا تنهنان، الأم الروحية والجدة الأصلية للذاكرة الجماعية للطوارق. أنا المرأة الأسطورة، المثالية، المجسدة للشعب الأمازيغي الطرقي البدوي. أحفادي هم الرجال الزرب، إنهم يؤمنون بأناقتي وجمالي، بقوتي وشجاعتي وحسن أخلاقي وبحكمتي، ولهذا هم يحترمون ويقدسون شخصي، ولحد الساعة يهدوني القصائد والأغاني. من منكم لم يسمع عن قصة الملكة الأمازيغية تنهنان، الشخصية الغامضة التي وحدت قبائل الصحراء الكبرى وحكمت ربع القارة الإفريقية من الجزائر إلى مالي ومن ليبيا إلى بوركينا فاسو مروراً بالنيجر وتشاد؟ يقال أنني ولدت في زمن لم يحدد تاريخياً، واختلف المؤرخون والروائيون والباحثون في كتابة سيرة الذاتية. لهذا عزيزي المستمع، لا تشغل فكرك من أين جئت، المهم هو أنني من أصل أمازيغي. جلت الصحراء رفقة خادمتي تاكاما، باحثة عن الحرية، عن حياة أفضل، وأقمت في واحة أبلسا بل هقار جنوب الجزائر بين شعبها الصحراوي البدوي المضياف. أسست مملكتي وساهمت في تشكيل مجتمع الطوارق الواسع وفقا لقوانين وعادات خاصة. قصتي انتقلت عبر الروايات والأساطير الشفهية المتداولة من جيل إلى جيل، وتم تكييفها وكتابتها من قبل العديد من المؤرخين والروائيين مثل آمال المهدي في روايتها ملكة تنهنان، ابن خلدون في كتابه الشهير تاريخ السلالات البربرية والمسلمة، توني كوشارد في روايته تنهنان الأميرة البربرية، بول باندولفي في أعماله طوارق والهقار، الصحراء الجزائرية، القرابة والصداقة والإقامة بين دغالي وباريس، وفي قاموس الطوارق الفرنسي للأبي شارل دو فوكو. كما جسدت شخصيتي عبر بطلات أفلام سينمائية كالبطلة أنتينيا في رواية أطلانتيد للروائي الفرنسي بيار بونوا أوائل القرن العشرين. كلهم يؤمنون بوجود الملكة تنهنان، المرأة الحسناء، الذكية، حارسة شعب الطوارق، مطوعة الصحراء وقساوتها، هازمة الغزاة، المرأة الحديدية الخارقة التي قادت ربع إفريقيا. وعن مرجعية الدينية كذلك اختلف المؤرخون والباحثون والروائيون عن تحديدها، خاصة بعد استكشاف ضريح عام 1925 من طرف بعثة فرنسية أمريكية مشتركة في أبلسا بالهقار. هناك وجدوا هيكل عظمي يعود لشخص طويل ورشيق عريض الأكتاف وذو ساقين نحيفتين، بجانبه أشياء قيمة، مجوهرات، قطع نقدية، قطع فخارية. الهيكل العظمي كان ممدد على ظهره ووجهه نحو الشرق على لوح خشبي، واضح من طريقة دفن الجثة أنها تتعارض مع الطريقة الإسلامية. قيل أن الضريح يعود إلى حوالي القرن الرابع ميلادي، ونسب إلى الملكة تنهنان التي عاشت وماتت في أبلسا بتمرست. الأهم في حكايتي أنني عرفت عبر الموروث الشعبي الشفوي بحكمتي وشجاعتي
وكان لدي دور فعال في الحفاظ على مملكتي والدفاع عن شعبي وأرضي وقيادة جماهير الرجال في معارك ضارية. للنساء بعدي، في مجتمع الطوارق، مكانة خاصة ومميزة، حيث يعطى للمرأة كامل الحقوق والحريات، من اختيار الزوج الذي يلزم بالإقامة عند أهلها، إلى منح نسبها لأولادها وتوريثهم مكانتها الاجتماعية. المرأة المطلقة ندعوها بالحرة، عكس بعض المجتمعات التي تنظر للمطلقة بنظرة قاسية وقاصرة، كما أنها تحتل مكانة مهمة في تنظيم الأسرة والمجتمع، وتشارك في القرارات العائلية والاجتماعية. والشيء الجميل أنها تحتكر العزف على الإمزاد، فخورة لانتمائي لشعب الطوارق الأمازيغي الحر، المحافظ على هويته وأرضه وعلى قيمه الأخلاقية الدينية والإنسانية. أنا المرأة اللغز، العلم لم يفك بعد شفرتي. قصتي لا تزال تلهم الكثيرين وتذكر العالم بأهمية المرأة ودورها في تغيير مسار التاريخ. الحرة تنهنان.